الرسالة ليش نبدأ النشط؟ أهلا وسهلا بكم أنستي سادتي، هذه آخر حلقة للجمهور والخناف. هاي هاي ان بو سيريو. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في سحري بحري البرنامج، مرحبا بكم على قناة تونسنا. صحة شريبتكم، نسينا اللي رمضان صحة شريبتكم. هذه الحلقة سور كما قلت لكم، الحلقة الأخرى للجمهور، حلقة الأخرى للخناف. لا 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 سحر يا ميشا، لا 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 نورمال مو معايا انتم. المهم نرجعوا في سويعة سويعة ونص على أبرز ما صار في بلادنا، ونعملوا دور على تلفزنا كالعادة كالعادة. نحب تصفيق كبير على خنيف سبان اللي جامي دلا في نعمل جامي نعمل حلقة ما غيركم. سراج دين الشيحي ولا فارش البعزيزي، سراج دين الشيحي والبعزيزي مع بعض جوارات كبار بالجيتار قص. يلا اليوم 28 أفريل 2021، انتم تفرجوا في سحري بحري البرنامج، مرحبا. جمعة ذي باش نبداو بالزابينغ ديريكت، قولوا لي علاش؟ لانه في السياسة فما حد شيء. فما حد شيء ابار شوية عندك هكا راجل الخياري. عرفتوا؟ راجل الخياري قال لك خويا الرئيس ياخذ في فلوس من عند امريكا. ساشيات كحول يا بعض. ساشيات كحول شهر بعد شهر يبعثوا له امريكا تفتوا في فلوس. اون توكا المحكمة العسكرية عيطوا له شق فطروا بحذاهم. هبلوه شربة. شيخوه شيخوه شربة رجل أخي سينو زادوا في الليسانس. فرحانين اللي زادوا في الليسانس. الحكومة تهبلك ستدخل يتنجموا تهبلوا مع الحكومة ذي. زادوا في الليسانس، عملوا كوفرفور الكراه. زادوا في القهاوي، زادوا القهاوي تسكر العاشر. بعزيزي ضايع كورة. اون توكا ان شاء الله ربي قدر الخير في البلاد. وكا تونس رم قدوها، تونس رم صلحوها، تونس راهي باهيه ما تمشوش منها. تونس راهي باهيه. جمعة ذي في سحري بحري باش نحكيو على لي كاميرا كاشي، وباش نعمل لكم رابيل على الجمعة اللي فاتت. مهم موضوع للمتابعة وتبعناه. فعلا نقلت الى المستشفى في واحده من الحلقات. صحيح، هيا ذا مصورته وتشوفه ديجا في الموجود. عظمي قرد، نوريك سقايا لهنا غرستي. انا عظمي قرد بالحق غرستي لهنا. عظك عظك. علي الشابي عظو قرد، حادثه اليمه، حادثه اليمه. الحلقة متاع اللي عضوا فيها القرد تعديت الحمد لله. تفرجنا في الحادثة الآليمة اللي مست الرأي العام والتلفزة التونسية. يا وزيني يا عزيني القرد اللي يلعب مع القرد. شوفوا الجرحة متاع ضربة القرد، ريتوها معايا تشوفوا فيها في التصوير ولا؟ شوفوا البونداج اللي عملوه هنا، تحسوا الفيلم اللي حاب يفرح بيه. هكا جرحة بونداج كبيرة. اون توكا تعرفوا كاميرا كاشي وجو الكورونا باس تنجم تبني عليها كاميرا كاشي مزيانه برشا، اما كي تعمل كاميرا كاشي في زوز قنوات تونسيه وليبيه نفس الكاميرا كاشي
صفر اجتهاد. صحة شربتكم. في حلقة اليوم الممثل محمود العياري يتقمص شخصية عراف روحاني ومزاكي خارج من اللابوراتوار ويلوش في شكون باش يقرا له التحليل نتاعو على خاطر ما يعرفش يقرا بالفرنسية. نشوفوا مع بعضنا اش باش يعمل في المواطنين. مريض بكورونا. قاعد هكاك طيش. قاعد يعمل خير ياك الشر. شنو لا لا ثم صابون لا ثم عاد شيء باش نغسل. لا تبقى بيت مش بديش. درنا أمس احنا التحليل والنتيجة طلعت اليوم. لحظة هذا نتاعك أنت. لا هذا نتاع هو. علاش مش فيا؟ علاش مش فيا؟ ما فهمتش علاش الدكتور قال لها ما عادش تطلع من الحوض. تحية للاجتهاد. تحية للاجتهاد. سال برشا تعمل كاميرا كاشيب تيست بي سي ار، سال على الاخر، زوز كاميراوات تيست بي سي ار تشريوه. اش بيكم تضحك؟ عندي شكون عنده خيط تشري تيست بيسير. انتم في بالكم اللي في تونس في بقعة معروفة عندك تختار تحبوا نيجاتيف ولا بوزيتيف وتاخذ والله وتدفع وتاخذ الورقة اللي تساعدك. كان تحب على باش تسافر انا قلت مش ما تصورش معناتها كان انت تحب على باش تسافر تاخذ نيجاتيف يفو دينونسي سارة ايوه بيان سور. وكان تحب على مثلا تقعد تركش في الدار وكونجي تاخذ بوزيتيف. تيست بيسير للبيع. شكون تاخذ معايا فرد راديو فرح عادي نجيب لكم الخيط منين جاوكم به ملا بلاد بصراحه ولينا نبيعوا في البيسي كان يعملوا لنا كومبيتيسيون ياخذوا جائزه اكبر بلد متحيل في كل الاوضاع اش تحبوا انتم ثوره تحيلنا شنو انتم كورونا نتحيلوا الرحمه ليه قوين قوين برش قوين التوينز اوتوكا اقوى واحد يقعد تاع الكاميرا كاميرا كاشين تاع حنبع السيد والله راني نفدلك مبدع من الاول خاف على الاخر من الكورونا مريض بكورونا قاعد هكاك طيش قاعد يعمل خير ياك الشر شنو لا 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 ثم صابون لا ثم عاد شيء باش نغسل لا تبقى بيت مش بديش ولا انت شفت شفت بكورونا انا عبيت انا كورونا ما خيرونا مش بكورونا مريض بكورونا تبرع عندي على روحك خرج شوف مريض انت كان كذب بالعرب ايش زعما عندي غادي يرحم بويك كيف عندي غادي ما عادش تدور بيا كلم فيك اعطيني الورقة ريتو الخوف هذاك الكل قريب يبكي الراجل كي قالوا له كاميرا كاشي تلمون فرح اللي هي كاميرا كاشي ولا يبوس ويعمق كاميرا كاشي باي بينا هاناي 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 ندخل بي تحت سجرة هانا باي بينا باي بينا الحمد لله كاميرا كاشي نمرض بالكورونا بقلا ليه موي كاميرا كاشي نبوس ونعنق عاد تصوروا جيت بالرسمي الحكاية والله بعد عام ودرا قديش توا رفع كراسي كوفر فولي الكراهب كوفر فولينا نحنا تحصرنا في الديار ماتوا عبيد حياوا عبيد مرت عبيد تقلقت عبيد يخرج راهو في كوكا توا قلنا كاميرا كاشي نفادلك الولاد حبيت نعذبكم عام واش يخرج خطاب في بقعة الرئيس يقول الولاد والله ينفادلك راهو في كوكا وتخرج بالجينيريك نتاعو هذيك جاو كاميرا كاشيت حكيت عليها واحدة أخرى أنجلينا 19 تعبوا في الاسم على قناة نسمة تحكي عليها برشا الكاميرا كاشي هذيا الكونسيبت سهل برشا نفسرهولكم يجيبوا ضيف يحكيوا معاه على الكورونا والوضع وكل شيء تصدم أنجلينا مش جولي برشا أنجلينا فهمت أنجلينا ميلة تدخل أنجلينا جولي تقول جبت التلقيح يجيوا يلقحوا العبيد واحد يموت مقتل ضحك الكاميرا كاشي يموت العابد ديريكت ليه ولي يبهتك هكا تبدا الكاميرا كاشي نتاعها ونأكدوا انه التلقيح ضد الكوفيد 19 يبقى هو افضل طريقه لحمايه رواحنا والعزيز علينا من هالفيروس الخطير لا يشجعوا قالوا لكم نسمه وانجلينا 19 او الحل الوحيد هو التلقيح مات واحد من بعد بدقيقتين في في نفس البرنامج كان واحد فهم حاجه يفيقني نعمل تنعيس بتبيع المشاهد اللي باش تشوفوها في الكاميرا كاشي أنجلينا 19 هي مشاهد هزلية ما عندها حتى علاقة بالواقع
طلعت هزلية. سارة حبوا يضحكونا. الراجل ميت ودنيا وزريرق حبوا يضحكون. يا أنجلينا ديزنر يا نسمة، في بالكم اللي فما عبيد، في بالهم اللي مريم متاع الفوندو ماتت بالرسمي في الدنيا، وقفوا الطفل عبيد قالوا لها يا اخي بالرسمي انت ايش تعمل لهني اخي، مش متت في البوسه، مش قوك في مال. في بالكم اللي نسيب المروكي اللي عبيد يبعثوا له في مساجات ابعث ابعث يا وليد، في بالهم بالرسمي عنده تصاور الرسمي. وتبقى تقولوا لهم مع السلسلة هزلية وما عندها حتى علاقة بالواقع. بعد ما تشوف عبد ميت بعد لازمك تمشي تلقح. لا ما ضحكنا، الحق ضحكنا. أكثر لقطة ضحكتني نادرة لملوم كيفاش لقت بونجلينا جولي. مش تلبس كلاس كيكة بونجلينا جولي. أنا سي دكتور، هاو يو فيكاين؟ أوكي. عنده مرض ولا حاجة وما قالوش. واحدة تشبه لها لبسة كلاس خارجة هكا من صبات وكذا تقول لي أنجلينا جولي. ما بدي حاسب نادرة لملوم أنجلينا جولي بتلبسش كلاس. ما حلية ببساطة ببساطة. أما شوية سيريو شوية سيريو، راهو الوضع خطير في بلادنا والحل الوحيد هو بالرسمي هو التلقيح. سهل على الآخر www.evax.tn www.evax.tn ولا سهل على الآخر إتوال 2021 دياز. لقحوا الكبار قبل ما تلقحوا رواحكم، مهم على الآخر. نكملوها نكملوها بالومضة اللي حطوها أنجلينا 19. ونأكدوا أنه التلقيح ضد الكوفيد 19 يبقى هو أفضل طريقة لحماية رواحنا والعزيز علينا من هالفيروس الخطير. يبقى هو الحل الوحيد باش يحمينا نحن وعائلتنا من هالفيروس الخطير. نحن حابين نسألوكم على اللي كاميرا كاشي خرجك الصحراوي. الصحراوي عنده كيما راس نضال صحراوي قريب يعملوا لوباج. عملوا باج الراس نضال صحراوي كيف كيف يعملوا لوباج. خرج يسر فيكم في الشارع التونسي على اللي كاميرا كاشي نشوفوا شنو جاوبتوا وانا رجع. السلام ومرحبا بكم في سحر بحر البرنامج. بما انه في رمضان وشبعونا برشا كاميرا كاشي ضحكونا للي قتلونا بالضحك، اهبطنا للشارع التونسي وباش نسالوا التوانسه شنو تفرجوا في الكاميرا كاشي وشنو اللي عجبهم. يلا تبعونا. معك يا صحراوي كونسي باش نسالك شنو تفرج كاميرا كاشي في رمضان. لا صاحبي ما تفرجش حتى كاميرا كاشي، تفرج في مسلسل التونسيه هذاك، عرفت ولا ما عرفتوش؟ اسبوع اسبوع كاميرا كاشي. لا لا فين مسلسل ابن خلدو. اي عرفتوا في تونس نايجي. اما خير كاميرا تاعتا ولا تاع قبل؟ لا لا تاع قبل خير. والله تفرجت في السيد. تاع شكون السيد؟ تفرجت في حلقه وقتها على الشاب في يظهر لي في تونسنا حاجه هكا في تاسعة، مانيش سور من القناه بالضبط، مي فريمون سوي ديسو معناتها ما عجبتنيش. تفرجت في انجلينا دزناف. شنو عجبك في انجلينا دزناف؟ عجبتني انجلينا جد التاكسي باهيه محلاها. أما خير كاميرا كاشي متاع قطا ولا متاع قبل؟ والله متاع القدم بالقدم القدم خير. رأف كوكا. متاع رأف كوكا؟ متاع رأف كوكا. أنا قناة تتعدى؟ في وطنية 2 أنجلينا ديزناف. شنو عجبك في أنجلينا ديزناف؟ عجبتني كل حلقة الأولى متاع كلايا كها. رمضان السنين تفرجنا في سسمة ذيك أنا نسيتها، نسيت ننسى راني فما النسوة سيدي. أنا قناة؟ قناة نمرو 9 ظهر جيبوا فيها بعد المه. قناة التاسعة؟ تاسعة. قناة تونسينا. تونسينا؟ تونسينا. سمعني يعني باش نبدو واضحي، أنا تو ما نتبعش كاميرا راهو، كاميرا كاشي تو أنا. أما خير. زاني، أما نتفكر أن القديمة خير. والله ما تفرجش في حتى كاميرا كاشي، لأني شيء ما يفرش. تحطوا ناس في قفص تفجعوهم، معقول هذا؟ تفرجت في شيء، تلفزة حموم. تلفز كلها من لا علاقة، ما ثماش حاجة تضحك. ثم شيء السنه ما ثم حتى شيء. عز كاميرا كاشي سسمة هذيك نتاع انجلينا. لا لا نتاع التاكسي انا نجري اكثر من الشرميتي هذيك. والله تفرجت على انجلينا ديزناف. شنو اللي عجبك في انجلينا ديزناف؟ والله عجبتني باهيه الحقيقه نتاع ربي ضحكنا فيها وباهيه مش خايبه. ليه ضحكت رمضان حنا بعد والقديمه شويه نتاع رؤوف كوكا شويه تونس 2. والله ما تفرجتش جمله زيد. ما ثم شيء يعجب؟ حتى شيء يوتيوب. عم قالوا يضحكوا كاميرا كاشي سنه.
لا لا حتى واحدة ما تضحك والله. والله في الأول رمضان فرش بتبيع كوريزي تي حبيت نشوف شنيك السيرك وأنجيلا ديزني ما عجبونيش الزوز. الزوز ما عجبوك؟ ما عجبونيش الكاميرا كاشي قبل الخير. والله تفرجت في 218 الكاميرا نسيت شو اسمها هي. روف تقريبا سنية اسمه روف. روف كوفا. اي روف كوفا اي تفرجت باش نكذب. اما خير نتاع تو ولا نتاع قبل؟ عامل نتاع قبل الخير. والله العظيم ما تفرجش في كاميرا كاشي تونسيه، سنين تفرجش في كاميرا كاشي مصريه. ما تفرجش في حتى كاميرا كاشي، كلها محاله. تافهين على الاخر خويا، ما فما حد شيء يعجب وما فما حد شيء يضحك، كل تافهين. برافو الصحراوي، تيك صحة، تيك صحة. هبلها العبيد في الشارع، ولا مش يجيبوا لي الحاكم. بجرته هو سيرة عندك هو اسكندر بعد في اوتو كان كملوا الزابينج بتاعنا بتلفزة تي في وبرنامج محلي على الاخر. رجعت لكم من جديد، هاني جيت بحضر الشيف هاني من جهة باش نشوفوا لي غوبا متاع اليوم ومن جهة اخرى باش ناخذوا تليفوناتكم على تشنشينة اليوم. خليني نفكر بها تشنشينة تشوفوا فيا ولا ليه الساعة هاك الدنيا بخار. سوا مدام شوفوا فيك اعطينا تشنشينة. تشنشينة اليوم تقول على طير طار مع الاختار ظهره فضة وقلبه نار. على طير طار مع الاختار ظهره فضة وقلبه نار. راجل الخيار طيحتها طيحت. هيا 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 على تير طار مع الاختار طار حتى هو ما عاد يعرف عليه حد وين الراجل طار. تير طار مع ياكل في الشربه ياكل في الشربه. انتو كان تاخذ هي المكالمات راهي زميلتنا في تلفزة تي في وخذت مكالمه من صفاقس وسالتها سؤال واضح وصريح. تكلم فينا من صفاقس كيفاش الطقس غاديك اليوم؟ كيفاش الطقس في صفاقس؟ سهل السؤال ولا سخون بارد ثلج ريح صحراء رمالية شهيلي؟ الإجابة كانت صادمة. جلبينة وسكاطة مشوية وطاجين. وطاجين فكرة طاجين شيء طاجين طاجين مع سلطة مشوية. نحن في تونس عندنا مرمز. مرحبا بكم في كل وقت. مرحبا في ناس ما تعرفش عندهم بتبيع مقرونة باز برغو اللي تعدى في الوطني برغو تعدى القناة كارتاش بلوس قناة شمس الدين باش شمس بيكم تضحك شمو سيحكم تاعو القناة يدخل يدخل هذي ادخل انت من هنا ادخل انت من هنا جو بعد قناة شمس الدين باش ما نيش نحكيو على برنامج مش نحكيو على ميكرو تروتوار صار في قناة كارتاش بلوس. ميكرو تروتوار عادي كلاسيكي كيما يعملوا الصحراوي يخرج يسال العباد اش فما واش ما فماش فاش تفرج وشني ما تفرجوش. قول لي اش عامل في الدار رمضان السنه فماش خروج يظهر لي لحداش تلقى روحك في فرشك ولازم تتفرج في التلفزه في شنو قاعد تتفرج؟ في شنو قاعد تتفرج؟ في شنو قاعد تتفرج؟ اكثر ميكرو تروتوار ريتو محايد في تاريخ التلفزه التونسيه. حتى واحد ما قال نتفرج في كارتاج بلوس. كارتاج بلوس ثم مسلسل مشاعر بكل صراحة، الإخراج نتاعو حلو، معناها خطه واضح. بون حاجة عندنا حاجة باهية في البرودكسيون السنة كيما مسلسل مشاعر. نتبع شمس الدين باشا عنده إيميسيونات باهيين ويجيب فنانين باهيين وما شاء الله، أون بليس راجل باهي أخلاقه باهية وتحسه رجال ويعاون في الفنانين الجدد هذوما معناها ما شاء الله. وفرج شوية في مشاعر زادة. كاليتي ديماج مانيفيك ما شاء الله. نتفرج في كارتاج بلوس، يعجبني مسلسل مشاعر، التصوير نتاعو عجبني برشا، تقول ماهوش في تونس. قناة اللي أول مرة نتفرج عليها كارتاج بلوس اللي تعجبني في برشا برامج مسلسلات جديدة قاعدة تصرف، وأنا نشجعها ونشجع المؤسسة نتاعها، المؤسس نتاعها نقول له خويا انتج وواصل راك باش تولي كارتاج بلوس من أعز القنوات. بالاخرين تفهموا كل شيء. قناة قاعدة تصرف. لا تصرف القناة. لا أما هاكا باش هكاكا يعملوا البالونس كيما نقولوا نحن باش تكون متوازنة الحكاية. جيبوا واحد قالوا أنا ما نتفرجش في شيء.
وما عاجبو شيء بون بريسك بريسك قنوات الكل ما ثماش حتى حاجه تعجب جديده معناها قاعدين يعاودونا في المسلسلات القدم كل اللي صاروا قبل في رمضان القديم مش قنوات قاعده تجي في حاجه جديده والله في بالي كارتاج بليس جايبين مسلسل مشاعر يعجبني وفيه سمش الدين باشا ذاك الفنان واحد هذيك اللي قاعدة ترفح فينا وتنحي علينا فيها الكوبي فيها الكوبر فيها الولي ترقات اللي عمت فكرة ترتوى ترقات شمس الدين باشا رقا سيرتون بعد جملة ذي سير ترقات اليوم على كارتاج بلوس فما برشا اليوم توين سيعطي ورايهم يقولوا كارتاج بلوس هي القناة التونسية الوحيدة اللي قعدنا نجمو اون فامي نتفرجوا فيها نبداو عائلة قاعدين ونتفرجوا ما نخافوش من لقطة باش تعدى تحشمنا ولا حاجة سي فري سي فري بيان سور تحية لزملائنا في كارتاج بلوس بالله لا تعملوا كي تلبس الاخرين وتغشوا علينا رانا نفادلكم يسالش ابعثوا لنا شوية مقرونة من عندك كل عادة قبل شقال الفترة كي تخرج تخرجوا تفرهدوا قبل شقال الفترة تبدلوا الجو وكل شيء رد بالكم تيحوا على اسكندر ومهدي وصحراوي الرحمة لي راه تفرجوا فيهم وانا راجعي عسلامة مرحبا بكم انا اسكندر مرة اخرى رجعنا لكم خرجنا للشارع التونسي قبل شقال الفطر بشويه باش نشوفوا رده فعل المواطن التونسي كي نعملوا معها الفديكه شنو هي باش تكون في فديكه جديده بطبيعه مره اخرى مانيش وحدي معايا صحراوي ومهدي تابعونا تفهموا الحكايه عسلامة مرحبا بكم خويا مرحبا بك عرفنا بنفسك نسيم عيادي نسكن في المروش نتشرفوا بيك سي نسيم نسيم هكا نسيم اي هذا برنامج يتعدى في بعد شقال الفطر في قناة تونسنا اسمه خاص الرابح رابح رابح باش نوريوك تصاور وبتجسدهم بالميم نشوفوا مواطن نختاروه توا وكان يطلع ثلاثة تصاور انت تربح فهمنا نختاروا معنا خويا شارك مع خويا دقيقة بالله خويا مرحبا بيك كان انت بتشارك معنا باش تحاول تربح السيد 200 دينار شنو هو اللعبة؟ اللعبة باش نوريوها تصاور وانت باش تطلع تصاور لي باش نوريهم له باش يجسدهم بالحركات وانت باش تحاول تطلعهم. باهي باهي ما يسالش. كان باش تطلع ثلاثة مرات باش يربح، تغلط في مرة راهو باش يخسر. تفهمنا؟ التصويرة الأولى. لا لا ما تشوفش. ما نشوفش. شنيا؟ موتور هرجه ناري صحيت به توا ثاني لا لا ما توريوش ما توريوش قوليه حاول زيتون زيتون والاجابه صحيحه النجمة بعد نلعب في بلاستر خاطر باش يربح كان خسر تشارك انت في بلاستر كان خسر كان خسر باه مشيش تخسر الراجل زاد بلاص والإجابة غلط والإجابة غلط هذه بلاص انت خسرت انت خسرت معنا اي انت تحب تشارك خسرته بالعاني مال انت ذهب خسرك باه انت تشارك ما هو باش يطلع اوكي هاي طلع له انت خويا سهله الحكي هاي هذه الاولى تليفون والاجابه صحيح هي تفاح والاجابه غلط والاجابه علاش قلت له تفاح علاش قلت له تفاح خويا صديق بالله لحظه ايش دوام صاحبي دوام دوام ايوا اعمل معك صفقه بالله سمح اما بالميم الصوره الاولى هاكا مكتوبه من دوك فلوس هذوما 200 دينار الصوره الثانيه
كعبة زيتون. والإجابة صحيحة. سؤال اثنين والإجابة صحيحة. ما تداوم بس على نفسك. باهي الثالث مشيش تخسر الرش. هذا الثالث. هذا الثالث. بلاص. هذه بلاص والإجابة غالطة. والإجابة غالطة خويا. خسرك ظهر لي بالعن. خلي دقيقة خسرك بالعن. تحب تشارك أنت؟ أي مالا خلي نوريه اللي هو تصور وخلي هو يطلع. انت باش تطلع له تو. هاي الصوره الاولى. هاي ما نعرفوش قلت باش نربحها كميه وانا ميه. ريتو هاي 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 الصوره. هاي الصوره هاي بيه مالا ربحني طنق بر باش تقسمو. باه تليفون والاجابه صحيح. الثانيه بنانا. والاجابه صحيح بنانا. والثالثه انت قلت سمران صاحبي قلت لهم عربي كهرباء. والإجابة صحيحة وربحت معنا أخونا 200 دينار. تفضل مبروكين عليك خوي. عايشك هاي السلام عليكم. عايشك باين. حاب نقول لك حاجة. راهو شاركت معنا في الكاميرا الخفية وراهو معنا وتغشش ولد السمران بتبيع خاطر ما تجي عيش الرجل صحيح ولا ماهوش. التصويرة الأولى شنية هاي ميتين دينار. ميتين دينار والإجابة صحيح. الصورة الثانية زيتون. كعبة زيتون والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. توا الثالثة هاي ثالثة. ما خل فلوس فلوس يعني باش تربح وحدة ما تجيش بالحق. 200 دينار شو حكاية؟ ما نعرفش علي انا هي باش تربح 200 دينار. انت جست باش تشارك معها. قالت لك باش تعطي باش تعطيني 100 نقسمو. قالت لك باش تقسم. انا نحب 200 الحقيقة. دبروا ريوسكم. انا باش نربحها وتحب تمدهم لك هي تمدهم لك حاجة تخصك. نجم نعاود ولا كيفاش؟ كان خسرت هي انت تشارك. عندنا 200 دينار باش نعطيوها نحن كاو. كان هي خسرت انت تشارك. اه فهمت. باهي هاي باهي. شنو هي باهي؟ يستر منه. فهمت باهي. اه واش بوباله. بوباله والاجابه غلط. هذه بوباله تو خسرتها الطفل عليك. خسرت حرام عليك. اه تعرف تحب تشارك انت؟ خلي يشارك وهي تطلع مالها. الصوره الاولى اه ما راكش نروح مش نقسم راهو دبر راسك. هاي شنو هي؟ كعبه زيتون. تتناقش كعبه زيتون. تو هذا كعبه زيتون عملتها بالعاني انت الحقيقه. عملتها حبيت نربح. شنو طيب العالي علي حتى انت تو زاد خسرتها راك. هيا اسمعني شاركت معنا في الكاميرا الخفيه وهو راه معنا. قدينا لك اللي كنت بالرسمي. رئيس مركز اللاك كلمني عليه. قال لي ما عادش تخرجهم يعملوا في المشاكل في الشارع خنافس. ما لقيتش معهم حل. اون توكا تنجموا تعاودوا تفرجوا في الزابينغ بتاعنا على الباج اوفيسيال نتاع قناه تونسنا ولا على شان يوتيوب نتاعي سحري بحري. سينو غدوه جدي تو على قناه الحوار التونسي عندهم زابينغ تتفرجوا فيه النسخه المشوهه نتاع الزابينغ بتاعي. المهم نرجع على ابرز ما صار في تلفزنا والحمد لله تلفزنا الكل اتحدوا وليوا يد واحدة والكل بداوا برامجهم بنفس الحكاية الحظر. جايتك بتخيل طال فضلك احلى شبور احلى التونسية تحت السنجق والقنديل واحلى حوار عسلامة ومرحبا بكم في زابينغ جودي تو. البداية باش تكون بجو الحظر. في هالشهر الفضيل القنوات الخاصة الكل مشاو في جو الحظر. احنا في قناتنا جاو بحذانا حظر تاع لي واز. في فكرة سامي الفاري كيف كيف حظر أخرى. نحن في قناة تونسنا عنا برنامج ما يحبش يصرف. قاو الحل.
دي جي لابسوه جب ونفس الاغنية تلانسيت يلا يا إلا جايتك بالدين خارج مرتك يا شرعية تحت السنجك والإنتين وما ويشار منه فيا يا لله ونقول لك لله قناة تونسنا حسبتها أمور ترانسبور وديبلاسمان وفلوس ولقاو الحل في بلاصة يجيبوا الحضرة لبسوا دي جي جبة وهز يديك من الطبق أقوى حلقة حلقة خوه هو خوه في السيرك تبارك الله معناتها سبحان الله توام رزق شبي اش قولك في الديكور حلو حلو نفس المريول نفس الفيستا نتعديو القناه الاخرى اللي عاده رمضان سنير كاميرا خفيه سيرك وين كان عبد الرزاق الشابي ضيف خوه علي الحقيقه الحاجه اللي شدت انتباهنا انه عبد الرزاق ما كانش في باله بالكاميرا كاشي مش متفاهمين جمله فرد كوستيوم فرد روميرسيمون فرد ماكيوز فرد فجعه بالله مره جاي كالمونيتور مد لكم التيكس ديريكت على التعب وفي رواحكم وتتفرجوا تيكس ديريكت حطوا دي سلايم صديقي راه سلايم نتصور راه تشابه تشابه ماهوش تنقيل وتحية لسلايم وزملائنا الكل في الحوار التونسي نحن نخرجوا بيبليسيتي وانا راجعي بحري البرنامج الحكومة تفرجوا على قناة تونس سهرية نهار الأربعاء في الجزء الثاني ديما فما ضيف تابع الأعمال الرمضانية شفناه في التراجيديا وفي الكوميديا سنة سعيد جدا باستقبال أحمد لندنس كي كملوا تو نبداو كي كملوا مرحبا بيك ابو حميد عايشك مرحبا خويا صحه شريبتك لانفيتاسيون عايشك يعطيك الصحه شنو احوالك شنو عام فيك رمضان والله الحمد لله الحمد لله لاباس توا عاد سي بون معناها الريتم دخلنا في ريتم رمضان ما عادش يقلق مش كيما الايام الاولى واحد يبدا مش بالسنس بالريتم هذاك سورتو انا عندي البلوه نتاع الدخان مقلقتني شويه سينو سبا سبا ربي يهديني ربي يهديك اي ربي يهديني والله ربي يهديني ربي يهديك عبد الدخان ربي يهديني والله فيرمون تو غدوه نعملوا لك خدمه جبتش كارنيت شيك مسيرش على الانفيتاسيون وخيين غدوه خويا انا بعث لك امورك جانا بليش بحميد يشجع في الشباب والله شوف انا ما نتعداش في التلفزه بليش هكا اما نخليوها هكاك بوان دانتيروغاسيون انتوكا غدوة على البوست جاوك بيه خليوها بوان دانتيروغاسيون شفناك سنة في زوز اعمال مشاعر اثنين كونتينيوتي متاع مشاعر واحد اللي وفاه وتعمناول عمناول جرة الكورونا ما حضرش مشاعر اثنين شفناه السنة وشفناك في 16 باش تحب نبداو بمشاعر ولا باللي تحب باللي تحب باللي تحب نبداو بمشاعر خاطر انا كوت كور من الجزء الاول مسلسل نتابع فيه ويعجبني برشا شنو تبدل السنة شنو الفرق والله سنة يمكن خذينا وقتنا اكثر سورتو خاطر عمناو صورنا بارتي كبيره من المسلسل معناه فما 19 حلقات صوروا سنة كملنا 10 حلقات خذينا وقتنا بالكدا وفما كانت اعاده لكتابه السيناريو خير تروشك خدمنا مرتاحين اكثر برشا من الجزء الاول السيناريو خير شويه من الجزء الاول استنسنا ببعضنا استنسنا بالريتم نتاع التراك زدنا خذينا على بعضنا اكثر ممثلين توانسه سواء توانسه ولا جزيريه ولا انا ما نحبش نسميها توانسه ولا جزيريه خذينا على بعضنا اكثر وفهمنا بعضنا اكثر ونتصور اللحمه كانت خير من الجزء الاول نتاعو فوالا المسلسل قاعد ياخو في صدى حلو برشا عند الجمهور الجزائري وكذلك الجمهور التونسي ان شاء الله مازالوا فما برشا احداث حلوين مهمين برشا في المسلسل اللي باش يطلعوا شويه في الريتم نتاع الريتم معناها كيفاش نفسرها لك باش يطلعوا اكثر في باش تزيد تلحم الامور في بعضها اكثر وتتلم اكثر
وان شاء الله من هنا لاخر المسلسل نكونوا عملنا حاجه باهيه رضينا بها الجمهور. قدم الحلقه ماشي اثنين 20 ان شاء الله 20 حلقه ان شاء الله 20 حلقه. دور قاسم الجزء الاول مكش برشا سنين نشوفوك اكثر اكثر اي اكثر هني قلت لك راه هو الاشكال في السيناريو. الاشكال هو في السيناريو وقت اللي انت تبدا عامل سيناريو ب 100 حلقه اوتوماتيكمون باش تلقى والريتم نتاع الخدمه نتاع التراك انهم يشدوا اكس اكس كل مره يشد لك اكس يخدم عليه كل مره يشد لك اكس يخدم عليه القاور واحد معناها دون لوبليغاسيون باش يخدموا بالريتم التونسي والا بالفورمول التونسيه. هذاك علاش تلقى برشا شخصيات ساعه ساعه ماهيش في بلاصتها كما يلزم معناها في الجزء الاول معناها انا ظهرت يمكن كان في الحلقه العاشره ولا 11 قعدت طولون 10 حلقات شوفير حل الباب سكر الباب من الاول هكاك صحيح حتى برشا كومنتيرات تاع عباد علاش احمد الاندلسي علاش على خاطر هاني في دورك ما حطيتش روحي في دورك كاني قلت لك انا مصحح عقد على 100 حلقه عندي سيناريو فيه 100 حلقه ونعرف الدور نتاعي وين باش يوصل وكيفاش باش يكمل. يعني انا كي نجي نقرا سيناريو نقرا روحي في الحلقه 45 46 ولي بريمير رول ولي بطوله ميم فهمت. لكن بما انه تكمبريس السيناريو معناها على قد هال 40 حلقه نتاع الموسم الاول والموسم الثاني اوتوماتيكمون باش تلقى معناها فما مشاكل في الاكس نتاعي. لكن الموسم الثاني اعتقد انه بالاكس جديد اللي عندي دوز اكس جدد تو فما اكس بدا يظهر والاكس الثاني باش يظهر في الحلقه 16 15 معناها حتى الاخر المسلسل باش يقعد يلعب يزيد يظهر مليح. هو شخصية قاسم اكتشفنا جانب اخر منها في مسلسل مشاعر وفما الجانب الانساني نتاع قاسم خاطر شفنا معناها قاسم روبو معناها روبو ماكينة عبارة معناها عبد امين ومأمور من عند سي طاهر ودريسي معناها بالنسبة لي هو حياة مسألة حياة وموت معناها سيكوريتي نتاع سي طاهر. توا بشوف الجانب الانساني نتاع قاسم خاطر ابريتو ما نجمش يكون هكاك لازم فما حاجات وراه على 100 حلقه بتشوف الفيكيو نتاع علاش قاسم هكاك كيفاش قاسم اصلا وصل لسي طاهر. لكن هذه الكل هاني قلت لك مشكله نتاع وقت ونتاع برودكسيون زاد مش سهل باش تعمل 100 حلقه يوسف اليوم انا فرحان. يعني هذا اخر سيزون سنين مشيار ولا فما حل ما نجمش نجاوبك. هو اون برانسيب السيناريو الموجود فما موجود نجم تعمل تروا سيزون اخرين معناها اذا كان تمشي على 100 حلقه تنجم تعمل تروا سيزون اخرين. لكن ما نجمش نجاوبك على السؤال هذايا خاطر فما شراكه في الموضوع ما بين تونس والجزائر. ينجم يكون فما جزء ثالث كيما ينجم يكون فما عمل اخر خاطر الاكسبيريونس هذيا خذيت صدي باهي ومشيت مليح وإلي طون باش نحلوا البرودكسيون تاعنا معناها علاش ليه مع الأشقاء الجزائريين تولي عندنا ماس مهمة نتاع عباد تتفرج فيك مش كيما فما المليونير فوالا كيما المليونير اللي في التوندونس من اللي بدا رمضان لليوم في الجزائر وحتى في تونس خرج بامال دو فوا في التوندونس. اليوم ما عادش 10 ملايين برك يتفرجوا فيك ولا عندك معناها زادة بوبولاسيون في الجزائر ولات عندك معناها برشا عباد. ونأكد لك اللي التجربة هذية تنجم تكون المفتاح اللي نخرجوا به نخرجوا به للسوق العربية. وجاك سؤال هو فيك مسلسل تعادى برشا في الجزائر جاوك عروض من الجزائر؟ فما حاجة إن شاء الله في إن شاء الله فما حاجة مازلت ما قريتش لكن فما بروبوزيسيون فما حاجة مش معناها مش شخصيه الحكايه يعني باش تحلي لينا المارشيه في الجزائر باش تحل الممثل الفلاني ولا هذاك مش غادي بالضبط. قلت لي انت تولي عندك كيما قلت لك 30 و40 و50 مليون يتبعوا فيك اصلا حتى لي بلاتفورم الكبار كيما نتفليكس كيما اتش بي او كيما دي تولي انت سيبل معناها انا اليوم نجم نسيبلي سوق فيها 40 و50 الف 50 مليون معناها نجم نسيبلي نجم انا نتفليكس اليوم تجي تنتج جو دي بيان تنتج في تونس ان برودوي نتفليكس خاطر اليوم ما عندنا حتى برودوي في نتفليكس 12 مليون ماهيش سيبل تونس للنتفليكس. لكن نجم تكون تونس مع الجزائر يحلوا الباب للمغرب العربي وتولي سيبل ويولي فما انتاج. عندنا افلام توانسه في نتفليكس فما دشره ماهوش انتاج نتفليكس ماهوش انتاج ماهوش نتفليكس موند معناها ما يلزمناش
منها اوكي نحن نفرحوا معناها انه حاجه تونسيه مشيت لنتفليكس ما بين قوسين، لكن هذه نتفليكس في فرنسا ولا في امريكا كي تحط الاعمال هذوما التونسيه ما تلقاهمش. ماشي نتفليكس موند، هذه نتفليكس عامله ببليوتيك على العالم الكل، معناها تلقى حتى افلام هندويه وافلام مصار وقدم تلقى موجودين في الببليوتيك نتاع نتفليكس. ما غلطوش الناس، مازلت نتفليكس ما دخلتش للسوق التونسيه اللي هي باش تكون مهمه برشا، خاطر اليوم نعرفوا اللي المستقبل هو الديجيتال. يكون نتفليكس راهو يشبه برشا للديجيتال، انت عندك بلاتفورم باش تتفرج فيها في سيري ولا باش تتفرج فيها في فيلم، نجم اليوم تولي عندك بلاتفورم كيما البلاتفورم اللي ريناها روبلوت اللي عملوها مهمه برشا هذيك، نجم اليوم تولي عندك بلاتفورم كيما الارتيفاي زاد يزيدوا يخدموا عليها اكثر وتتحل دي بلاتفورم اخرين، تولي تنتج للديجيتال. والديجيتال اليوم التلفزه تهبط للديجيتال، بعد 5 سنين باش يولي الديجيتال نمر واحد، ومن بعد يطلع للتلفزه نمر 2. صحيح صحيح. قلت على مسلسل المشاعر ما يتقارنش بالمسلسلات التوانسه الاخرين، هو فلت درامي وباش يكون خير بعشر مرات من الجزء الاول. مازلت شاد صحيح في مازلت شاد صحيح اللي هو ما يتقارنش بالاجزاء الاخرين، فلت دراميه وي، عشر مرات لا اقل شوي. اما 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 صحيح ما يتقارنش، خاطر هاني قلت لك معناها سي نوتر فيزيون بطريقة أخرى. اليوم نعرفوا لي لتراك يعرفوا من أين تؤكل الكتف. اليوم لتراك برشا عباد دراما تركية مش فاهمينها كيف جيت وكيف جيت. أنا نأكدك لي دراما تركية جابدينها من الأمريك لاتين وجابدينها من مسلسلات المكسيكية والمسلسلات الكولومبية والبرازيلية، وكل الجو متاع راكيل وكاساندرا كل شيء خذوا سو ستيل طوروه وخدموا عليه، ولات عندهم دراما تشبه لهم اليوم هما وعندهم الطابع متاعهم. هذاك علاش اليوم لتراك أغزاو معناها العالم العربي بالدراما متاعهم، وأكثر من العالم العربي في الأوروب دو ليست في الأمريكا اللاتين. أكد لك اللي فما صفقة ما بين الثلاثي المصري السعودي الإماراتي، ما بين بنود هذه الصفقة أنه السعودية ما عادش تقتني لأفلام مسلسلات تركية باش ترجع مصر تلعب، على خاطر مصر رايك ليت كبوت 3 ولا 4 سنين ما عندها حتى مسلسل براتيك مو يتعدى في القنوات الكبيرة. اليوم مصر رجعت على خاطر كانترو لاتراك في الام بي سي وفي قنوات أخرين. اليوم فما حتى مسلسل تركي يتعدى في القنوات هذه، كانت ما بين النقاط الموجودة في صفقة الثلاثي السعودي المصري الإماراتي. أكد لك المعلومة هذه ديما المؤامرة. لا مش مؤامرة، هذه حقيقة. اليوم همشي حط ام بي سي وتلقاش مسلسل تركي. صحيح. علاش؟ خاطر يخدموا على رواح وعملوا مسلسلات كبار خير من الأتراك. اليوم الأتراك وقت اللي يخذوا السوق رأتاش معناتها أنت مصر راي معناها تخرج في دخل في ألف المليارات من تسويق المسلسلات متاعها، فهمتني؟ اليوم الأتراك خذوا السوق هذي رجعوها لمساروة وهذا حق من حقوقهم، من رجعوا مرشيك ببرشا كانوا يخدموا عليه عندهم عشرات السنين. يبقى فوالا اليوم لتراك ما وقفوش، معناها اذا كان انت سكرت عليهم من غادي الناس تخدم في الاوروب دو ليست، تلقى مسلسلات تركيه في تشيك وتلقى صحيح في الاوكران وتلقى في البرازيل وتلقى مسلسلات ودراما تركيه قاعد تعدى. اليوم تلقى دي سيري تراك في نتفليكس برودكسيون نتفليكس وسيريات مزيانين برشا زاد لتراك. تفرجت اخر مره في بروتيكتور معناها بروتكتور وصلوا نيفو معناها نيفو انترناسيونال. جست نعطيك رمارك تاع متفرج انا خاطر سلامي سيلش سوبر فان نتاع مشاعر، معناتها مسلسل يعجبني برشا، فهم برشا تمطيط برشا لونت، مش كيما لونت مش لونتور، اما لونتور في ليماج فهمت ياسر يمد. هو شوف هو راهو التمطيط هذاك سان ستيل يخدموا به صحيح في مشاعر، فما قلق شويه انا بدي فما حاجات قلقوني تمطيط برشا برشا. وذيك راني هاني قلت لك اراه السيناريو عمرك ما تعمل له هكا وهكا باش تجبد كومبريسي، معناها ما تكومبريسيش لو سيناريو. سي ان سيناريو من اول للاخر لازمك تمشي معاه، فما ستركتور واضحه كامله مريقله. اذا كان مشي السيناريو صحيح لما الحلقه ما تشوفهاش هذيك التمطيط هذاك، وما تنجم زيد اليوم معناها باش ما يمططش باش يخدم لي سيكونس وقتهم، يلزم وقتهم باش تلقى روحك عامل كان 10 ولا 8 حلقات، فهمت؟ على خاطر هاني قلت لك المشكله كانت في السيناريو، انك باني عمل على 100 حلقه ومن بعد تكومبريسي اوتوماتيكمون باش تلقى برشا هينات. والكوفيد وقف تورنادو برشا 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 هينات، معناها المشكل اللي صار في تسمى معناها مناع بدرجه كبيره ياسر. واضح. قلت المسلسل قاعد يتشاف، اما في تونس حكيت على مؤامره. قلت فما مؤامره. مؤامره مش مؤامره، هما يقولوا مؤامره، انا ما قلتش مؤامره، عمري ما قلت كلمه مؤامره. قلت فما
انت توا عندك برنامج، جيب اي تكنيسيان ولا جيب اي ممثل، ما مثلش في مشاعر واسلوا على مشاعر، يعني ما فما حتى واحد يقولك يقول كلمه خير فيه، وحتى باش ينقد ما فما حتى معناها ارغومون ارتستيك يقوله لك، معناها يحكي على كريديبيليتي ويحكي على لا تونس مش هكاكه، ما فماش حاجه اسمها كريديبيليتي في الفيكسيون. يضحكوا علينا الناس كي يقولوا كريديبيليتي، ما عادش نعملوا سيونس فيكسيون، ما عادش نعملوا لي فيلم دورور، ما عادش نعملوا مو سي با كريديبل، فهمتني؟ فماش حاجه اسمها كريديبيليتي في الفيكسيون، هي فيزيون ا ريسبكتي. معناها تنجم انت ما يعجبوكش المسلسلات التركيه، انا يعجبوني، باش تفسر انت معناها لوديمات اللي تعمل فيه نسمة وحنبال وكارتاج بلوس توتولون دو لاني بالمسلسلات المدبلجة التركية، زعما المسلسلات هذوكم اللي قاعدين يتعداو خير من مشاعر، نأكد لك فهم مسلسلات ما نجمش نتفرج فيهم، ما نجمش، معناها حاجة غدات، لكن قاعدين يشدوا في العائلة التونسية، يشدوا لي في أمي وأمك. أنا وقت اللي قصوها نسمة معناها معاش أمي مساج كل يوم نطلع عليها نهار بعد نهار، قاعد جمعة ما نمشيش خاطر نهار اللي مشيت مرضت متقنقين، فهمتني؟ على خاطر قصوا لها نسمة. باش يوريك معناها التوليفه هذايا شنو هو معناها سي 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 دو لا ماجي. الناس تعرف تخدم. وي. يعمل في التلفزه. مخش تركي كي تسالو يقول لك انا نعمل في التلفزه. يلزمني خرج تصويره مزيانه وجوه مزيانين. انت حبيت ما حبيتش نقدت الشيء هذا ما يعجبكش تحب تسبه ميسير سبه. اما اعطيني ارجيمون ارتستيك باش تقنعني وما باش نحترمك. انا تجي انت تقول لي اسمع راهو ما عجبنيش انا مشاعر. علاش؟ على خاطر فما برشا لونتور فما هوني نحترمك اوكي لونتور سي ان ارغومون ارتستيك وانا قلت لك انا بيدي ريتها لونتور هذيك وحتى كان ما ريتهاش نحترمك عطيتني ارغومون اللي نجم نتجادل فيه معاك ماشي ما عجبنيش شنو هو سلو مو شنو عندنا فرودة نحن في تونس معناها هوني شنو واش نقول انا معناها كيما النقابات اللي يبعثوا قالها مخرج هذه معناها عندنا فرودة هكاك في تونس ومخرج اخر زاد قال وكدار 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 شكون المخرج عبد الحميد صديقنا وتحومتي وصديقي وخويا وصاحبي قالها قالها في راديو قال بون نحن عندنا فروده هكاك في 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 تونس هوني عبد الحميد بوشنيق قال هكا اي عبد الحميد اي عبد الحميد صاحبي يعرفني كل لا حتى نظرت لي بيزار من عبد الحميد بوشنيق ما لا قال عبد الحميد وقال زاد قال نجيب بالقاضي وكدار وكدار وكيفاش مصوره وكدار وكدار بس فما طريقه في كلام نجيب بالقاضي فما طريقه نتاع استهزاء معناها وهذا يتعدى للدومين الكل انت اليوم تحكي في راديو اليوم فما ثلاثه انتاجات في رمضان فما فوندو فما اولاد الغول وفما حرقه وفما زاد مشاعر انا كانوا مش موجود المسلسل مش موجود هو راهو واضحه العمليه انه هما رافضين هما رافضين مراوش الممثلين اللي مثلوا في مشاعر في لي ميديا مراوش شوف هما راه عليه كيما هما رافضين الاخراج التركي ورافضين انه لاتراك يخدموا في المسلسل ورافضين ان يكونوا فما دي تكنيسيان اجانب بخلاف التوانس وهذايا نرجعوا الامور نفسيه مفهوم فروستري فروستري ناس مش قاعده تخدم على طول العام يقول لك انا عندي اربع مسلسلات تجي تنحي لي مسلسل تحط لي اتراك وديريه وتدير شنو التوانسه ما يخدموش يولي فما امور اخرى معناها يضرب لك البرودوي لا لي شيء الا لانه فروستري معناتها انا يجي يفك لي المارشي يودي نجم مسلسل ما يعجبش راه راهو المسلسل ينجم ما يعجبش مش معناتها بالضروره راهو مشاعر لازم يعجب بصيف عليك نجم اما اعطيني ارغومون ارتستيك يجي اخويا جادل وناقش راهو المسلسل هذا ما عجبنيش كما جا قال لك عجبنيش على خاطر تحس الجزيريه هما لي برومي رول والممثلين التوانسه هما ما نحكيوش على عمل خاطر الجزيريه هما برومي رول ايش بهم الجزيريه شنو نورمال الجزيريه برومي رول الجزيريه هما بطوله التوانسه نحن في الثاني ميسج نحن راضين احنا كممثلين راضين احنا جينا الثانيين علاش الثانيين وعلاش مش التوانسه الاولانيين وعلاش مش الجزيريه يا اخي تونس والجزائر شعب واحد هذه لغه نتاع كره ديري تونسي تونسي ديري عندنا نرجع لك على عبد الحميد ونجيب القاضي ليه صديق اصدقائي راه ليه انت تحب تكبش غادي عبد الحميد ولد حومتي ونبارك له على كان ما كانش حاجه حلوه برشا فلته جديده من عفسه من عفسات عبد الحميد كي جاي بوكو ايمي معناها ان شاء الله ربي يوفقه في فيلموه البشيخر زاد برمو عنده فيلم في الجو نتاع الفونتيزي زاد حاجه مزيانه هكا ليزيكو قاعده تخرج من البوست دو برود شفت روحك في رول في كان ما كانش انا في حياتي نتجرد من كي نتفرج اتجرد من الممثل خاطر كان نتفرج كممثل ماذا بين مثل هذا ماذا بين مثل شفت روحي اول مره في حياتي شفت روحي في مسلسل حرقه سنه
شفت نشوف معناها نتفرج الشيخ من شيخ ماذا بيا في بلاصه رياض حمدي ماذا بيا في بلاصه ماذا برميلي ماذا بيا نشيخ الشيخه هذيك نخدم كيفهم الخدمه هذيك ولو انهم معناها اداوا ادوارهم كما يلزم يعطيهم الصحه. علاش بيكون تظلم مشاعر السنة على خاطر المسلسلات الكل تعدى فرد وقت براتيكمون مشاعر من السيزون الاولى مطلوب عاد السيزون الاولى يتعدى في الحوار التونسي يتفرجوا في برشا عبيد زهره تجري في الصحراء نهارين الناس الكل تفرجنا فيه مشاعر ما عندوش مكان اي صحيح صحيح معناتها الناس الكل قعدت لهم ليماج هذيك والناس تفرجت معناتها سنة المسلسلات الكل اللي تعديوا فرد وقت مشاعر ما عندوش ماكينه راه دز معاه مش معناتها ما عندوش ماكينه ما تقولي انت تعدى في الحوار التونسي اوكي الحوار التونسي ماكينه كبيره اما الحوار التونسي تبوستي لي برودوي اللي هي انجتهم يعني تجيب برودوي تحطه في الحوار ما تبوستيهولكش راك حطيته في الحوار وكا يا كم شي السيزون الاولى في الحوار مشي في الحوار ومشي حتى في قناه النهار مشي قناه النهار ولا يحكيوا على اليوتيوب السنة او مشاعر جاي الثالث ولا الثاني اللي في اليوتيوب في الموسم الاول اكرازون باوي الحلقه بزوز بزوز ونص لا تزيري تفرجوا سنة نحن الثالثين فماش تزيري تفرجوا تاخذ في شنو يعمل ياخذ لك اليوتيوب نتاع كارتاج بلس ما ياخذ لكش اليوتيوب نتاع قناه شروق والماكينه اللي تحكي عليها هذي راه ماكينه مش كلمه خايبه راه بيان سور ليه بارتو معمول بيه ماكينه معناها ما الحوار ماكينه قويه وكبيره وقلت لهم معناها بالعكس الناس يخدموا على رواحهم على طول العام الناس قاعده تنتج عندها دي برودوي ناجحين قاعده تربي في جمهورها على طول العام تلقى جمهورك حاضر في رمضان مريقل باش يتبعك اوتوماتيك معناها باش يتبعك الماكينه راهي ماهيش كلمه خايبه ويخدموا اون امون اون افوال حتى بعد المسلسل ديجيتال عندهم باجيتهم وعندهم ناسهم وعندهم ناس تخدم ناس قاعده تخدم اعمل كيفهم يلزمك تعمل كيفهم يلزمك تعمل كيفهم يلزمك تربي جمهورك انا اليوم حتى كي حكيت مع سلاسعة خضر نتاع كارتاج بلوس اللي يحب ينفستي في الدراما يحب يخدم على الدراما على طول العام قلت له اعمل مسلسل على طول العام وكان نجح لك وقتها اوتوماتيكمون كي باش تدخل بسيزون جديده انت في رمضان باش تلقى بوبليك نتاع المسلسل هذاك تبعك وحتى كان ما نجحلكش اعمل اللي بعده واعمل اللي بعد لين تلقى عندك برودوي فار اللي تدخل به في رمضان تربي به جمهورك انت اليوم في كارتاج بلوس تنجح معناها شمس ونجوم تبني عليه النجاح هذاك تبني عليه نتاع ايميسيون اخرى مع شمس ونجوم وتبدا تحضر في برمجه جديده وتبدا تبني بشوي بشوي لين تربي جمهور معناها اليوم الحوار التونسي شو قداش من عام تشوف اليوم الباج تاع الحوار فيها 6 ملايين اوتوماتيكمون 6 ملايين مش تلقى روحك عندك الاول تلقى روحك في الليفيو كل شيء خاطر الناس خدموا على رواحهم استبعاد مريم بن شعبيد من مشيع في السيناريو ولا استبعاد؟ والله هو في السيناريو ومش في السيناريو كانت فما حاجتين يا تبعد يا باش تخرج معناها يا باش تكمل ونأكد لك اللي خير كي خاطر فور بروبابل كانت باش تكمل حتى في سيزون 2 باش ترجع لكن فما امور نتاع برودكسيون فما مفاهمات زاد مريم ياهي تعرف ما يصلح بها وهي تقرر معناها اسكو تحب تكمل ولا ما تكملش ولا معناها لي ديتاي ولو انه نعرف لكن مش من حقي باش نحكي فيهم هذه معناها حاجات تخصها هي تجي تحكيهم بطريقتها هي كيما تحب تحكي معناها ما نأكد لك كانت نجم تكون في الموسم الثاني ترى خسارة استبعادها من المسلسل السنين هو راهو ممثلة في قيمة مريم أكيد خسارة ما مسش المسلسل الحقيقة ما تمسش معناها بخروج مريم بن شعبين لكن كمريم بن شعبين قيمتها كممثلة بيان سور تعطي البلوس أنا بيرسونيل مو قلتها قبل ونعاود نقولها من أفضل الممثلات اللي عندك في تونس مريم بن شعبين وي من أفضل المتحيل مريم بن شعبين وتوحشناها الحق توحشناها في التلفزة توحشناها في الدراما البلاد هذه ما يحبوش دومينا مش ما نعممش ما يحبوش واحد بخشمه ما يحبوش الراجل ما يحبوش الإنسان اللي عنده مبادئ وعنده قيم مريم بن شعبان عنده حاجات اللي ما تتمشاش مع المونتاليتي اللي موجودة في دوميننا وشكون هم هذوم اللي ما يحبوش؟ سيانتو موش في شخص ولا في اثنين سيانتو انت تاو كانت ربي قطوسة كل يوم تعطيها اللحم بعد شهر تعطيها واحد
كاس حليب تعمل كاك انضمام معناها تدخل في الدومين مش تدخل في العجله كيكه دور فهمت انضمام ريم الرياحي المشاعر السنه سان بلوس سان بلوس سان بلوس ممثله محترمه جدا معناها ريم ممثله كبيره ريم بار كونتر خسرتها الدراما على خاطر ريم قعدت برشا ما خدمتش رجعت توا عنده عامين ثلاثه رجعت عمناول في رجعت في نعورة لهوى نعورة لهوى رجعت نعورة لهوى بعد صارت قصه صغيره ريم ممثله محترمه من الممثلات اللي ما تشبعش بهم خاطر عندها برشا حاجات ريم تنجم تعمل برشا حاجات اخرين تنجم تعمل لك ترشيقه في دور اخر في ستيل اخر في حاجه اخرى جملوي ممثله ريم ممثله وعليها الكلام معناها ماهوش مش فانا مرت بحميد تشوف مشاعر السنه والله انا قلتها من الاول معناها نحن لا ننافس احدا لان ولا يوجد منافس كان فما منافسه هنا با لو ميم ستيل ما فهمي مانيش فرد ستيل معناها حاجه اخرى مشاعر سنه نفواغ بالانتاجات الاخرى اللي قاعده تعد فما دي روتور من ممثلين ما مثلوش في مشاعر يقولوا لك به تتفرجنا فما حد كيف علم فما حد فما شويه صديقي عمار المليتي يتابع في المسلسل يطلبني ساعات شويه فماش فما شكون نقد حتى ما شكرش نقد لا ابار حكايه الفرد وحكايه الدار المزيان لا ليه في الموسم الاول تقال معني وليد كلي معني فما معني فما موفيس فوا على المسلسل من الاول معناها صايره ما فماش ما يحكيش عليه معناها انا نتذكر عمناول زد احمد في الراديوات بعد ما تفرجوا في مشاعر ولا ويحكيوا عليه اون فيت النقله للحوار من معناتها كي شريت الحوار المشاعر الاول هذه هذا ما نشكوش فيه راهو الحوار اللي عندها معناها زادت في نجاح مشاعر هذا ما نشكوش فيه ما قلناش اللي ليه معناها لا مش اما راهو الحوار ما تبوستيلكش ما تبوستيش مشاعر وما تبوستيش ما بوستيتش فلاش باك دو لو طون ما بوستيش نتاع عاطف بن حسين حوار عندها ماكينتها البرودوي نتاعها تجي باش تعمل بارترينغ معاهم نعطيك ليسباس يجي نتفاهم وحط مسلسلك ربي عينك مشيت امورك مشيت ما مشيتش ربي عينك موش باش يجي يخدم لك وماكينات تخدم والناس تخدم وباجيت تخدم على المسلسل هذاك وهذا من حقه راه من حقه اعمل كيما جارك ولا حاول باب دارك تحب معناها تكون انت في بلايص الفوق وتفك اخي شنو هي العركه الكل راه ماهيش فنيه راه ما عندها حتى علاقه بالبرودوي حركه كل فلوس فما بيدجي معين يلزمه محطوط المحطوط البيدجي هذاك يلزمني انا ناخذ منه اكثر من نجم في رمضان خاطر انا البيدجي هذاك اللي باش عايش القناه عام كامل راهي القناة ما تخلصش روحها إذا كان ما تدخلش في الفلوس في رمضان يزمك فما زوز مليارات زوز ونص نظاف يدخلوا للكاسة باش نجم تعايش قناة عام كامل صحيح هذاك ما فماش فن يعني ما فماش مشاعر اثنين على قناة كارتاج بلوس على قناة حنبعل وقناة في الجزائر شروق قناة الشروق مازالوا أربع حلقات إن شاء الله تمتعوا يكملوا يمتعونا الأربع حلقات هذوما برافو على دورك قاسم فيك نحكيو على السلسلة الهزلية 16-16 هيك تحكي بالروسي طلعت والله شوف أنا هو شوف أنا قبلت المغامرة خاطر حكيت باللاتا وحكيت بالجريك قدي وحكيت باللغة الأرامية تنطقهم تنطقتهم صحاح وكانوا صحاح معناها في عملت في هووز جيزس في 2009 جي جوي لو رول دو جيزو دوك فيكسيون مع ديسكفري وبي بي سي نحكي باللغه الاراميه راه اللغه الاراميه معلم كلمه باش تنطقها تحب لك تعلمت زوز تحكي ولا جست فونيتي يقولوا لك هذه شنو معناتها هذه باش نجم تلعب فهمت زوز معايا واحد زوز من النرويج اللي معايا وقتها زوز من النرويج يلقنوا فيه في اللغه الاراميه ويتبعوا فيه وتقول هذه هكا وتقول هذه هكا كان قلت انا قال لي باش تحكي بالروسي والله لا عملت لي ريشيرش لا والله سور بلاس ناخذ في لي ريبليك سور بلاس يمد لي معايا باديس قلعاوي الدكتور هو باديس قلعاوي اللي يلعب بلعاوي ريتها باديس قلعاوي لعب معايا الاسيستون تاعي سوا ديزون روسي يمد لي ريبليك سور بلاس معناها نحفظها ونصبها اون بلوس انا عندي سيكونس في 2002 في شو اسمها هي في سي ان تيلي فيلم نحكي بالروما ولا ما نعرف شنو هي حتى اللغه روما ولا جريك ولا لاتان باللاتان اون 2002 التاو معناها باراغراف من لي ريبليك حافظهم عندي باراغراف حافظها معناها حافظها كلمه كلمه يلا ننطقها صحيح ما نقولكش معناتها فضيحه خاطر ميساج قول لي التاو هما يترجموا احدهم ولا كان خطير كالعاده
دومينوت ديلياكوس كيويس رومانوس سيدميكوس غريكوس كوام غريكوس ايتاكو استودويتا تاكيلو تيكاي باتروكلو بارويندوموس ويسنت ايان مذو غريكو ليكوام اونا رومانا ميكسويلنت. برافو. هي كتاع 2002 والترجمة نتاعها فضيحة. تقول التشكيله نتاع اليونان نتاع الكوره هذه الهيكه مش لفت نظر برك الحمد لله ما يفهموش الحمد لله ما يفهموش ومانيش نحطوا الترجمه سلسله 16 سيناريو ملك بالحاج صديقي ملك بالحاج هو اللي في السيناريو وتكساس في الاخراج جويني اي هكا حمدي الجويني ولا تكساس نسحبنا نقول تكساس سلسله 16 أثارت الجدل على إنسان واحد قبل ما معناتها في الحلقات الأولى اللي هو عزيزوس. عزيزوس نحن في الراديو في إي إف إم جينا لأسعد الجويني قلنا راهو سيتي شفته أنا في الرود صحيح مي سيتي كوميرسيال معناتها حبينا نجيبوا عبد نجبدوا به نجبدوا به بيبليك. أنت إيش قولك فيه عزيزوس في التمثيل؟ أنا راني نمن نمن برشا بالكاستينغ سوفاج يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ونمن بالشخص المناسب في المكان المناسب. مازلنا ما خلتناش نحكيو على ممثل راهو الممثل سي ان اوبجيكتيف اتانت باش تكون عندك ستاتيو نتاع ممثل مش بدور ولا باثنين ولا باربعه ولا بسته ولا بعشر ادوار هي ثنيه طويله برشا باش تخلط تعلق نجمه الممثل. عزيزوس كان شخص مناسب في المكان المناسب البيرفورمانس نتاعو من بعد نحكيو فيها اسكو السيد هذا ينجم يكون ممثل ولا ما نجمش يكون ممثل هذه انا ما نجمش نجاوبك عليه. علاش؟ على خاطرني جو سوي با ان فورماتور. انا تجيب لي ممثل نعطيك رايي فيه نقيمه ماهيش خدمتي باش نقيمه فما ناس تقيم. هذا برميلي في جدي تو قال راهو كان يتكون ينجم فوالا تجيب مكونين هما ينجموا يعطيوك رايهم اسكو عزيزوس ينجم يكون ممثل ولا لا. لكن انا ريتو الشخص المناسب في المكان المناسب دون لو فري سونس دو مو في دور في بلاستو عمل بيرفورمانس على عزيزوس على شفشه صحيحة مع ببلاستو كما يلزم. خاف ممثلين ينتقدوك على الكلام هذا اللي تقول فيه لأنه خاطر برشا ممثلين يقول لك معناتها مع ببلاستو مش لهني. شوف راهو فما 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 برشا اليوم باش ينتقدوني على شنو؟ شكون كان؟ لأنك تقول عزيزوس في المكان المناسب وفي الوقت الشخص المناسب. المناسب في المكان المناسب سمير فهري في نجاحاته الكل شو قديش طلع من ممثل صرنا نحكيه على تو ممثلين شو قداش طلع من واحد كي جيبهم عمل كاستينغ سوفاج جيب بارشة. ناس شخص مناسب في مكان مناسب بعد اللي ورا روحه ينجم يكون ممثل واللي قعد في بلاسته ما نجمش يولي ممثل واللي قعد زاده في بلاسته ما نجم يخدم كان مع سامي الفهري يخرج تاك العصا فهمتني خاطر سامي راهو تيرزي يطرز لك على قد قياسك بالضبط انت تلبس 34 نعطيك 34 برشا شفناهم من جينيراسيون تاع سامي الفهري شنو برشا الكل برش ايه هما الكل طول 90% 90% منهم مرام بن عزيزة سهيرة مرة طلعت مع سامي فهري في مكتوب واحد مرام بن عزيزة مرام سنة في ولاد الغول ماني فكر الرول متاحة مريم بن شعبان سامي فهري ضاف العابدين نجم عربي اليوم سامي فهري شنو تحبني نسمي لك معناه انت زيد قول عليك سامي فهري نضال السعدي سامي فهري انت زيد يقولوا عليك سامي انا سامي فهري خذيني من مسلسل اخر ما برشا مقيد على سامي الفهري بيان سور خاطر خدم معاه بريسك اكثر من شطر كارييري خدمه مع سامي الفهري خدم في مسلسلات سامي الفهري الكل وعنده فضل علي اكيد هذا مما لا شك فيه. اما انا راني جيت من الليل البيض وبرشا برشا ممثلين جاي من النجاح قبل مكتوب انا جاي من السكسي نتاع الليل البيض انا خذاني من الليل البيض سامي الفهري وبرشا ممثلين لتوا احمد بون لتوا لي خاطر كونفيرميت مي قبل كانوا يعتبروكي مع عزيزوس داخل على الميدان اي انا مازال ما خرجش المسلسل مازال ما خرجش الليالي البيض وفما ارتيكل نجم البشكوتو في رمضان وقتها عندي بوبليسيتي نتاع البشكوتو فتقوني انا من الاول كليت العصا كليت العصا بالكدا تشوفوا معناتها عزيزوس مستقبل ممثل يعني قلت لك هذايا يلزم فورماتور يقول مساج الناحية أنك مكش فورماتور أنا شكون خدم معاه خدم معاه محمد الدهش محمد الدهش ينجم يقول لك اسكو عزيزوس ينجم يكون ممثل ولا ما ينجمش يكون ممثل أنا اللي ريته في عزيزوس في الخدمة اللي خدمها نجح فيها كما يلزم بالنسبة لي أنا شخص مناسب في مكان مناسب إنه يطور روحه ويولي ممثل ما نجمش أنا اليوم نقول لك لا حرام علي وما نجمش نقول لك إيه ونغلط فهمني لكن اللي ريته
خدم خدمته كيما يلزمها تتخدم، وماكش باش تلقى ممثل والا حتى مش ممثل باش يخدم الدور هذاك بالبرفورمانس اللي عملها عزيز. ونحن نحكيو الراجل باش يولي ممثل بالكش وما يحبش بالكش، هذيك التجربه وكهو ما نعرفش ما نعرفش. انا قابلته مرتين راه في حياتي، قابلته في البلاتو، وليد متربي محليه، متربي برشا متربي برشا وجونتي وسامباتيك و والتوا فايق لها. ما شوفوه كلام زايد وكل في اليوتيوب وكل قول بالكش في الدنيا كيكه راهو ما عنده حاجه في الدنيا. انا راني كنت ضد في وقت ما، كنت ضد اليوتيوبر وضد الانستغرامر والانستغرامرز، كنت هابش نقول لك كنت ضدهم يعني ما نعرفش بهم من الاخر. نحكي معك برجولي ولد المنظومه ان سيرتان مومون، اي نحكي معك معني مش في شخصك، نحكي بمانير جينيرال. ان سيرتان مومون نلقى روحي ان اوت، يلزمني نولي ابديت مع الناس هذوما. علاش الناس هذوما يتبعوا فيهم لي؟ علاش الناس هذوما يعملوا في الاف مؤلفه لي فيو؟ علاش يلزمني نفهمهم باش ما نوليش انتيكا. مبروك المليون على الانستغرام، عايش قريب مليون ومية، قريب مليون ومية، قريب مليون ومية، 1 مليون فولورز مش برشا راهو في تونس عندهم. انا راني عمري لا صرفت عليه 100 فرانك هكاك. ما هو السكسي نتاع مكتب السكسي نتاع ولاد مفيده وانستغرامي عنده 5 سنين، مش اول ما عملوا الانستغرام انا لا صرفت عليه لاني نخدم عليه لا ما نعرفش. ما يبون مليون ان شاء الله المليون كل يحبوني. باش باللي ستاتو اللي تهبط فيهم زعما يطلع يطلع الانستغرام يمكن لا يمكن وبقص في التصاور محليه يجيبوا الجامعات وتبلي. مازلت صغير، انا جيت ما بين دو جينيراسيون. هاي جيت في الوسط، جيت مع جينيراسيون نتاعكم جينيراسيون اللي بعدكم. مرحبا بك، عايشك. 16 ما بين ابن خلدون وعلى الحوار التونسي الجاسوس في التاسعة، تشوف لقى حظه سنة ساشون اللي راهو في اليوتيوب الأكثر متابعة 4 حلقات. لا ما لقاش حظه، ما لقاش حظه في اليوتيوب حظه. أنا كيف طلعني معناها شركات صبر آراء مفبركة اللي ما عندهم حتى وسيلة علمية يقيسوا بها، ما لقاش حظه. اليوم راهو رمضان نحكيه فلوس، معناها أنا كبرودوي اليوم ما لقاش فيه بيبليسيتي يعني ما لقاش حظ. تحطني انا 2% وبرودوي تلقاه معناها ماشي مليح في الديجيتال ولعبت حبته وبرودوي نظيف والناس كل يقول برودوي نظيف محليه معناها خير برشا حتى ملي تعدى، خير من ابن خلدون، خير برشا خير برشا. لكن لا 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 هني قلت لك راهو فما لعبه مسخه، فما لعبه مسخه في رمضان قاعده تتلعب برا. راهو اليوم ما يتصلح الدومين يا خويا اللي تدخل اللي قلت لك قبيل حكينا، فما شركه باش تدخل باش تولي تقيس معناها بوسائل علميه صحيحه. اليوم انا خرجني الاخر نطلع تقول يا احمد هاك جيت الاخر، هلا غالب ما نجحتش جينا الاخرانيين، العباد ما حبوش حبوا حاجه ما شدت. ما اليوم انت تجي تحطني 2% اعطيني الوسيله العلميه اللي قست به، اعطيني باش قسط 2% كيفاش قسط؟ طلبنا 1000 واحد يقول لك ايه شانتي يا اخي يا معلم ارنب تكل على حلوف، 1000 واحد معناها 10 ملايين مليح بو حميد. مو فما راهو هكاك لي سونداج يتعملوا يودي غلطين. هو ايشانتيوناج، ايشانتيوناج تاع عبيد. شنو هو ايشانتيوناج؟ غالط. يختاروا 1000 عبد من فئات عمريه مختلفه من جنس غالط. مختلف غالط. انا نحب عندي 3 ملايين ونص 4 ملايين يتفرجوا في التلفزه، اعطيني سونداج على 4 ملايين، ما تعطينيش انا من فئات وإيشانتيوناج ودرا شنو. واليوم لي زانونسور لي انفستيسور دو بوب انت ما تصدقهمش معناتها هذايا من الاخر، ما تعرفش بهم، ما تعرفش بهم. مشكله مش في انا، المشكله في لي انفستيسور دو بوب اللي يعطيني فلوسهم لي سونترال داشا. سونترال داشا يبرتعوا كيما يحبوا، تعطي ميديا سكاند هذا الاول اعطيه، هذا الثاني اعطيه، لا انت جاي الرابع ما نعطيكش. اللوم مش على السنترال داشا، اللوم على مول الفلوس. انت كي تبدا تتفرج في مشاعر ولا تتفرج في سيسيز ولا تتفرج في اي برودوي انت عاجبك في دارك ولا في عائلتك ولا في الشارع يحكي عليه بالبي وما تلقاش الماركه نتاعك محطوطه، هوني تتدخل تهز التليفون تقول له اخي معلم كرويه عاد شبي ماكش حاطين غادي، يقول له لا راهو هاو السونداج في اليوتيوب ده ما قيتش لك ليه ميساج روسي في اليوتيوب ما يخذ حد بار كونتر. اربع مرات يجي في التوندونس، اربع مرات يفوت لي سيت كوم الكل في الفيويت. وينهم الفلوس؟ 16 ما رجعش معناتها العائدات نتاعو. فماش فما بيب قاعد تخدم 10 ايام معناها هذيك باك تفهموا معاه، ومن بعد ما فماش بيب خلصتوا على العمل في 16 مازلنا خساره
الحقيقه هذاك اش نجم نقول لانه حرام 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 هذا اللي قاعد يصير حرام 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 عليه. باب باش نسالك على الاعمال اللي تفرجت السنه. انا تفرجت في كل شيء الاعمال الدراميه الفوندو نجح عمل ناجح وفرد ستيل اللي مشى فيه سامي من اوله يعرف يشد المتفرج من الحلقه الاولى يكرازي المسلسل الكل من الحلقه الاولى يخلي المتفرج متشبث بالحلقه الاولى باش يتبع المسلسل. الحلقه الاولى متاع الفوندو روعه روعه وي داير افضل حلقه كتبت اللي ريتها الحلقه الاولى هذول كان فما تولي في متيع الدريدي وعزيز جبالي اللي سوسن كان كملت مع الاتوليه هذاك خير برشا خاطر الحلقات توا اللي قاعد نفرج فيهم فما شويه رتابه فما شويه تمطيط للاحداث فما حاجات تشبه لرينيه وفما مشكله زاده في الديالوج سي لو ميم ستيل. قلت نضال السعدي ما خرجش من رول ولاد مفيد اي لم يخرج من ولاد مفيد من جلباب ولاد مفيد مش مقتنع بتمثيله ولا مكش مقتنع لا مش هو شوف ولاد مفيد ناجح هو في خدمته وي دونك كوميديان معناها كمل نفس الخدمه معناها ما تجيش اليوم تغلط العباد تقول لهم لا وعملنا رول جديد معناها عباره بيرم دخل الحبس وعدى ربطي خرج ورا الموت تعب وبيدو نفس بيرسوناج في الكونتينيتي مشيت الحكايه معناها انا ما نجمش تقول لي نفس انا نتفرج في نفس الغزره نفس الرجار نفس الـ نفس الـ النفس نفس الـ نفس المشيه يعني اصلا ما عمري ما ريت واحد يخرج من الحبس مسكل هكاك معناها سمين مش مسكل يعني مسكل زاد ميزان على الميوسكل نتاعو معناها انا نصورو كان ينجم يكون ممثل اخر والا كان خذا وقته اكثر باش حضر روحه في بدنه وحضر داير ما فهمش عليه يمثل باللحيه معناها كارو زاد نحى اللحيه وموا زاد هرب شويه على البرسوناج اللي خدمه قبل ماهوش سهل راه تخرج من سوكسي فو انا يعني قعدت نعاني في مسلسل مكتوب سنين وسنين معناها خرجت منه كان في ولاد مفيدة فهمت ماهوش سهل وماهوش عيب راهو انك معناها تقعد فرد ماشي فرد ثنيه معناها نضال اللي تري جينيرو وخدام واللي تحب انت لكن عنده حاجه قلتها له ومش نعرف نقولها له يلفو بروندر لو ريسك لو كوميديان راهي مهنه نتاع ريسك يلزمك تاخذ ريسك تمس حاجات حتى انت تخاف منهم يلزمك تمشي لهم وتمسهم راهو لو ستاتيو دان كوميديان ماهوش سهل اخناك سنه باش تكون هو في دوره في الكونتينيتي نتاع بيرم خدمته صحيح اقنعك بيان سور راني قلت لك انا قلت سي كاستينغ خطا على اساس انك تجيب ممثل اخر يخدم لك شخصيه اخرى شخصيه جديده انت اليوم ليتيكيت نتاع ولاد مفيده هزيتها معك الفوندو سيتو اللي هو البريميرول نفس الخدمه ما فماش تطور في الاداء نفس الاداء براتيكمون اصلا حتى ليتيك اللي زدتهم له معناها بون شدت الراس عملوا لها كونت فيسبوك شدت الراس راه عملها حتى في ولاد مفيده عملها حاس في ولاد مفيده ما عملها تيك هذيك موجود مش تيك عملها اما تيك عنده نتاع تعويج راسه هذيك مره يعملها ومره ما يعملهاش اذا كان ما تشدش التيك نتاعك كوني فما مشكل انت كممثل ماكش مقتنع بها التيك هذيك الخاطر قاعد تخدم فرد ستيل فهمت هذا رايي انا تمنيت يكون حلمي دريدي في الدوره هذيك والا غانم الزريلي كنا نجم ونشوفوا مسلسل اخر مش معناتها يكون سكسي اكثر من هكا معناتها اي سوسن نحكيو ارتستيكمون معناها فنيا معناها نحكيو فهمت جرون بيبليك يحب نضال عادي جدا مش عليه باش تنجح هما يحبوا نضال هما اصلا هما شوف فما حاجه الجمهور ما فهمهاش مش ما فهمهاش معناها هذيك هو لا ماجي دو لا تيلي معناها لا ماجي دو لا فيكسيون فما حاجه اسمها درام دو سيتواسيون انت تنجم تتاثر بالسيتواسيون المشهد الدرامي في السيتواسيون هذيك تبدا متاثر به دو تيل فاسون تظهر لك يظهر لك الممثلين قاعدين يعملوا في خدمه كبيره برشا وهي سيتواسيون قويه برشا وفما حاجه اسمها نتعلق بالشخصيه مش باداء الممثل برشا ناجحين في تونس وخارج تونس تلقى الشخصيه نتاعهم قويه برشا في العمل هذاك تلقى المتفرج متعلق بالشخصيه هذيك حب الشخصيه هذيك يجي نحكيو توا على البيرفورمانس نتاع الممثل هوني تصير برشا يعني تعتبر نوردو اكتشاف سنه اكتشاف كان شخص مناسب في مكان مناسب ان شاء الله يطور الخدمه هذيك ما يقعدش غادي نعيم الجاني العوده حطيته ماتير بروت ساوسن وحطيته هذه كله يرجع راهو بالرسمي
السوسن الجملي. سوسن كونفيرماسيون تعتبرها سنة. كونفيرماسيون ميم حتى في اللي ديريكسيون يعني انت حتى تشوفها مع نيثال مع نورد ولا مع ياسين ولا مع نضال سورتو مع نضال كيفاش حاب تعمل كاموفلاج كامل باش تهرب ولاد مفيده نحات له الماكسيموم الكلام خليته يخدم على السيلونس تخدم له برشا على الرياكسيون نتاعو حتى الكادر في حد ذاته فما دي كادر باش تاخذ له القحره نتاعو تاخذ له القحره من فوق كي باش تظهر عينيه مبدله بارابور على تكنيك ما نعرف كمان من عام 99 في الدومين حاجات كيما هذه نجم نحكي فيها ولو انه ديما نقول رايي مانيش قاعد نقيم قايم فما ناس خويا مختصه يضحكوا ناس مختصه ينجموا عوده نعيمه الجاني اي ماذا بينا تقعد نعيمه تشبعنا شويه دراما نعيمه ملي خدمت معاها في يضحك معنا وعطشينا للدراما معنا خذيتها الكوميديا برشا واستهلكتها بيرفورمانس ممتازه ياسر برافو جوست جوستيس تاع معناها مرأة صناعية عندها باع وذراع. نحكيو على ولاد الغول. ولاد الغول كتابة كلاسيكية مشكلة في الريتم تاع الحكاية ومشكلة راهو في الكتابات الكلاسيكية ما عادش موجودة اليوم حتى كي تفرج في الحاجات اللي برا في 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 ناخذوا من هوليود ولا تتفرج في سيري في نتفليكس ولا حاجة ما نرجع ديما للريتم راهو ما عادش فما انستالاسيون تاع ثلاثة وخمسة سبع حلقات راهو الانستالاسيون تحط البيرسوناج تانستاليه ديريكت. سيتواسيون ايفينمون دي بيرسوناج مع ليفينمون تاعو يدخل ديريكت في العجه هذاك علاش تلقى الريتم الفوق وهذاك سر نجاح ولاد مفيده خمسه وسر نجاح الفوندو ارجع تفرج الحلقه الاولى ولاد مفيده خمسه وارجع تفرج الحلقه الاولى نتاع فوندو سنغنى فوق بالحلقات الاخرين باش تلقى الريتم الفوق تلقى انستالاسيون صحيحه تاك 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 تشد المتفرج يقعد هكا تاك ما شدش من الاول ولاد الغول ولاد الغول صار له كيما نوبه اثنين فما انا نعرف الكتابه نتاع رفيقه بوجدي اللي هي معناها ما سيناريست كبيره برشا في تونس عامله ليلي بيض عامله صيد الريم عامله من اجل عيون كاترين معناها خادمه دي شادوفر في تونس الكتابه نتاعها كلاسيكيه كان بيبدو ان يصير اتوليه واعاده الكتابه والحبكه وتقوي في الريتم سورتو في الحلقات الاولى كان الريتم طايح برشا توا كان ترجع لولاد الغول تتفرج فيه بتشوف الريتم خير برشا واللي بيرسوناج لحمت مع بعضهم والقصه لحمت فما ستركتور دراماتولوجيك واضحه لكن سي ان بروبليم دو ريتم اللي هي المشكله في الكتابه في حد ذاتها حرق على الوطنيه الاولى حرقه بالنسبه لي انا سي لو كود كور معناها من اصلا مانيش مصنف مسلسل تونسي مصنف مسلسل عربي على روحه معناها خدمه في ليماج في الاكتينج سيناريو عماد الدين حكيم معناها خدم عمل مايسترو وعمل حرقة اللغة حرقة سنة غينا فواغ نيفو آخر معناها ليفل كبير برشا وفما مخرج وراه نعتبره مخرج عربي صف أول زيادة فهمت مكسب اللي نحن توانسة مخرج في قيمة لسعد لوسلاتي إن شاء الله نشوفه في أعمال عربية كبيرة إن شاء الله نشوفه زيادة في سينما خاطر اللي يتفرج في حرقة تفهم اللي الراجل عنده بيع وذراع وعنده باكراوند كبير برشا فيسا نحكيو على السيت كوميت شنو اكثر سيت كوم شدك سنة بون سيت كوميت نحكيو زاد على السلسلات الهزليه ما فما مش سيت كوميت هو سنة يذولي ما فماش سيت كلهم سلسلات هزليه شنو اكثر واحد شدك تفرجت ضحكت والله انا عجبني سيسيز على خاطر اول حاجه كتيبه جديده انت اليوم فيه زيد لا سي باسا انا حكيت لك على حرق انا مانيش فيه ليه مع سيسيز انا باش نجيك الكانيه ما كانش انا مانيش فيه نبداو بكانيه علاش عجبني انا سيسيز مش خاطرني انا فيه ولا خاطر نحن ممثلين خدمنا خدمه واو ولا سيسيز النوعيه نتاع الكتيبه انت اليوم كي تتفرج حتى في لي برودكسيون وول ديزني تفرج حتى في ديسانيمي تلقى فما كوتي يضحك وتلقى فما كوتي سيريو اللي فيه دراما ولا فيه فيكسيون ولا اللي هو هذا وقت اللي توصل تنجم تعمل ميلانج بيناتهم تنجم تلحمهم بيناتهم معناها انا اليوم كي نتفرج في فايبا ودالي التونسي نولي نضحك نرجع لكس نتاع الروسي سي دو سيريو نرجع لكس شكيب محمد داش نولي نضحك نرجع لكس نتاع بحري الرحالي سي سيريو هذايا اذا كان تلقى له معناها الفتله نتصور انا نجح فيه مالك بالحاج بنسبه 70% النوعيه نتاع الكتيبه هذه لازم نواصلوا نكتبوا فيها اكثر ونطوروا فيها اكثر خاطر هذا هو المطلوب كان يا ما كانش كان يا ما كانش انا قلت كلمه قويه على المخ المتفرج البسيط يلزمه برشا تركيز
برشا مساجات في وسط في وسط السيري قاعده تتعدى، ومساجات حلوين برشا ويزموا برشا تركيز وبرشا حاجات مشات، فما حاجات ما خطفتش مش ما مشاتش. عبد الحميد حب يعمل حاجات خطفوا له في الضحك، وحاجات ما خطفولوش ما ضحكوش، حاجات لازم تفرج فيهم مرتين تنجم من الاعمال تنجم تفرج فيهم مرتين وثلاثه. والكود كور في الصوره اللي كان يا ما كانش ماني حاتم الناشي تصويره حاتم الناشي حاتم هاي ليفل ماني خدم خدمه حلوه برشا. جاسوس عجبني برشا، جاسوس الجاسوس عجبني، لكن مع انه فما ايحاءات تقلق العائله التونسيه مع انا من الاول ما كنتش نتصور درجة هذيك. انا ضحكني نتفرج فيه وحدي نضحك سي 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 لو ستيل دو لطفي، معناها هذاك هو سي ان ستيل لطفي يخدم بيه 10 سنين ما فهمتش علاش السنه ولات لطفي العبد اللي مستهدف كمام جو لي سونتي هذايا تو عنده 10 سنين مستهدف من شكون؟ مستهدف من برشا بلايص معناها سياسيين، ولطفي تكلم في برشا مواضيع معناها مستهدف من برشا بلايص، مستهدف من برشا بلايص 10 سنين ولا 12 سنه يعمل في مسرحيه يعمل في كومبلي في كارتاج ورا بعض وكي البطاطا سي لو ميم ستيل راهو اللي شفته في الجاسوس. صحيح فهمني، معناها اليوم السنه ظهر معناها ولينا نسبوا فيه وكل شيء عيب. الحاجات اللي ما مشيتش هي لامبروفيزاسيون، فما اكسي دامبروفيزاسيون، راهو لامبروفيزاسيون حلوه برشا لكن راهو فما وقت لازمك توقف. عباره انا وياك كنا فازا ضامره وبدينا نزيد ويزيدوا فيه فهمت، لا خليك الكلمتين محليهم ما نزيدوهاش فهمت. هو هكاك وذي اللوم المخرج لوم ربيع، ولو انه ربيع خدم خدمه تحفونه برشا بارابور اللي شفته في شورب وشفته سنة فما مشروع مخرج محترم تكنيكمون به به فما 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 خدمه. قلت لك اللوم ربيع هوني ما وقفش الكارم هو تقفوني ما تزيدهاش. نكملوا بابن خلدون، قلت عليه سلسلة فاشلة، عمل فاشل اي عمل فاشل المشكلة دايور انا كنت نتوسم فيه خير العمل هذاك خاطر نعرف سيم اسماعيل نعرف كتيبته بون ما مشيتش الكتيبة كما يلزم، فما 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 مشاكل في الكتيبة، فما فما اصلا مشكل في الممثلين سورتو كي تبدا مستهلكتك التلفزة برشا كيف نحكي على بسام وكريم ما تجبدش من حاجات عملتهم قبل خاطر المتفرج باش يشلق بيك وباش يقلق فهمتني. انا نشوف بسام وكريم الا جعفر قاسمي اكبر برشا من هذاك. انت اليوم عندك قسمة وخيان ودنيا اخرى عم ناول وسنة بن خلدون ثلاثة سيت كوميت فاشلين نقطة استفهام معناها المشكل وين بالضبط. انا نقول المشكل متاع سيناريو ويلزم صعيب فما نوعيه فما نوعيه متاع فما راهو اسمع اليوم راهو ما عادش ممثل يضحك سيتواسيون اللي يضحك لي سيتواسيون ولا كوميدي اليوم يلزمك تعرف تكتب سيتواسيون تنجم تضحك. اليوم معناها في عمل درامي نوردو بسيتواسيون يقتل لك بالضحك مش قاعد يعمل في شيء معناها. اليوم شو اسمه بوشناق في كان يا ما كانش يحط لك سيف عمران في سيتواسيون تشيخ ضحك سيتواسيون تاع الدجاج انا سيتواسيون هي اللي ضحك. ميرسي خويا ميرسي ميرسي على صراحتك. انا خويا ميرسي على صراحتك خاطر اقولها وامر اقولها وامر بيه جديد خويا. قلت لي عندي كور ميتراج، عندي الكور ميتراج متاعي انا وتونكو سيناريست ومثلت فيه مع المخرج علي مروان الشكي، انتاج صديقي وحبيبي مجدي الحسيني وارب ميديا ماهر بوراوي. ان شاء الله هبطوا بس كومبيتي باش يكون موجود باش يكون موجود ان شاء الله في المهرجانات. اسمه كل سنه مره، هذا اول انا كاتب برش حاجات من هذه اول كتيبه معناها تتجسد في فيلم قصير. عندي زوز مسلسلات ان شاء الله بعد رمضان نكملهم اللي هو مستقبل زير نتاع محمد علي ميهوب على كارتاج بليس، ديجا صورنا 5 حلقات باش نكمل بقيه الحلقات. اللي تاجل المسلسل اللي كان اي اللي كان بريفيو رمضان تاع باش يولي في سير الايام. وعندي سيري اخرى ما نجمش نحكي عليها معناها سي ستريكتومون انتردي نحكي عليها، ديجا مصحين كونترات وباش ما نحكيوش عليها اصلا. زاد كيف كيف تري بيانتو نبداو نصوروا
هو عندي فيلم مع خليل البحري باش يكون في دور البطولة إن شاء الله. موفق. بعد رمضان بشهر نبدأ نسوي إن شاء الله. موفق إن شاء الله أبو حميد، وميرسي بوكو اللي جيتني، والفيرمان ترقى غدو، الفيرمان بتاع الفساش ترقى غدو. مبينتناش، هنيني على أبو غنجك. شكرا اللي تابعتوا سحري بحري البرنامج، احنا نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. ميرسي يا خنافس، ميرسي يا تبليك، ميرسي لكل الصحفيين والولاد اللي كنتوا معايا، مهدي صحراوي فادي، ميرسي لزينة فرود. نحنا نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه، باي باي.